انت عارف شو معناها بانه يعتبر ولي عارف صحفي؟ مهمه جدا راهي الكلمه، مهمه جدا. مش معناها عارف ومعناها سبيتك، ومش معناها اني قلتها. المعروف على الزعيم الحبيب ورقيبه الله يرحمه انه كان عنده سعه الصدر مع الصحفيين، معناها ظهرت لي الاستفزاز. يا هل فيديو هي الاولى مين الاستفزاز؟ وي ما فهمتش، معناها الرئيس شكرها وفرحان بالسؤال وانت على ظهر لك مستفز ومقدمه ابن خلدون. مستفز سؤال، انت قلت سؤالها مستفز يا سيد الوالي. دور لي هيك توا توا قلت يا سيد الوالي، توا قلتها يا سيد الوالي.